اهلا بكم من جديد. امبارح حركه الملاحه في قناه السويس سجلت رقم جديد مختلف وقياسي، وهو يعتبر اعلى معدل عبور يومي في تاريخ القناه. قناه السويس بالفعل كل يوم بتعمل ريكورد جديد. امبارح عبرت 107 سفينه امبارح في الاتجاهين دون انتظار، وده حصل بإجمالي حمولات صافية قدرت بنحو 6,300,000 طن. احنا معانا على التليفون دلوقتي الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. خلينا نتعرف منه على تفاصيل هذا الرقم، ازاي سجلنا ريكورد جديد لقناة السويس عالمين. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك، صباح الخير. كلمنا عن هذا الرقم القياسي، ازاي قناة السويس حققته، نقدر نقول ان احنا نقدر نبني عليه ازاي كمان قدام. احنا الحمد لله يمكن السياسه التسويقيه اللي بتاخدها قناه السويس والخدمات المميزه اللي بتقدمها للعملاء علاوة طبعا على اللي ساعدنا في الموضوع، طبعا قناه السويس الجديده تسع الموضوع ان يبقى في عدد من السفن اكتر من اللي كان بيمر قبل كده. كنا بنتكلم قبل كده في 40 سفينه او 42 سفينه، دلوقتي احنا ضعفنا الاعداد دي، يمكن يعني عدينا كمان المضاعفه بتاعتها. برضو الخدمات اللي احنا بنقدمها وعدد القطارات اللي موجوده والكركات اللي موجوده، مشروع الجنوب اللي احنا بنعمله، كل ده بيخلي عمليات جذب لسفن جديده ان هي ما كانتش تعبر كانت تستعبر، لان عارف ان بتقدم خدمه جيده. بالظبط. علاوة على انك قدراتك على انك انت لو قدر الله حصل اي طارئ بتقدر تتصرف فيه بسرعه. تحية. كل دي من ضمن الحاجات اللي احنا بنعتمد عليها، علاوة على طبعا تواصلنا الدائم مع العملاء سواء كانوا وكلاء ملاحيين او رؤساء خطوط نقل او نقل بحري. كل الحاجات دي بصراحه عمليه مجتمع بالكامل، يعني ان احنا بنقدر نسجل الريكورد اللي عمال بيتغير. احنا اخر مره كنا بنتكلم على اعلى سفن كانت في نوفمبر اللي فات كانت 94 سفينه، دلوقتي بنوصل ل 107. ان شاء الله يكون في الفتره اللي جايه برضو بندرس دلوقتي ان احنا نشوف ايه عدد السفن اللي دخلت عندنا زياده بيتراوح بين 60 ل 80 سفينه تقريبا. هنتكلم ان احنا بنستهدف فوق ال 100 سفينه يكونوا جدد ما كناش مره قبل كده في قناه السويس. سيادة الفريق، لو جينا قلنا ان احنا عندنا يعني طاقم من المرشدين وعندنا طاقم للتشغيل اكثر من متميز، وهو ده يمكن واحد من الحاجات اللي فعلا قدرت انها تساهم ان احنا نوصل لهذا الرقم الكبير، 107 سفينه في اليوم بلا توقف في الاتجاهين. يمكن استثمارنا في الناس واستثمارنا في البشر ده ساعد وبشده على ان احنا يبقى عندنا ردود افعال قويه من قبل الشركات العالميه على اللي بيحصل والانجاز الكبير اللي بيحصل في قناه السويس. كلام حضرتك طبعا مظبوط، احنا لو ما عندناش القدرات دي وما عندناش مرشدين متميزين على درجه عاليه من الكفاءه والخبره المتراكمه ما كناش طبعا نقدر نرشد 107 سفينه في يوم واحد بدون انتظار، يعني نعدوا كلهم في يوم واحد. علاوه طبعا على جاهزيه بقى بقيه المواقع الاخرى زي نقط المراقبه اللي بتقدر شغاله 24 ساعه، ال 16 محطه اللي موجودين على طول القناه، زي لانشات الارشاد، زي القطارات اللي بتصاحب السفن دي. يعني احنا بنتكلم ان احنا بنحتاج في اليوم من 35 ل 40 قطره بتصاحب هذا الكونفوي، يعني العمليه مش بس مرشدين، لا هي حاجات كتير قوي، التخطيط والمراقبه واللانشات والاياسين، يعني منظومه متكامله هي اللي بتؤدي فكره الاداره يا فندم. فكره ان احنا لم نكتفي فقط بتوسعه القناه ولم نكتفي فقط بانشاء قناه جديده، لا احنا بندير الموقف بشكل مختلف. الحمد لله طبعا، وعنا بقى بالذات يعني برضو يعني احنا عنا على كل المراكب، عندنا دلوقتي منظومه بتقدر نعرف منها كل المراكب بتتحرك في العالم كله. بنشوف اي سفينه ما بتعبرش من قناه السويس وبتاخد طريق اخر، بنجيب العملاء ونتكلم معاهم، انت ليه عملت كده؟ طب انا ما جيلي وانا هعمل لك كذا، طب اديك حساباتك، يعني قصدي ما بنسيبش مركب حتى واحده ما بتعديش في قناه السويس ونسيبها ونقول خلاص هو ده احنا مش البديل الاول بتاعه، لا بنجيبهم ونقعد معاهم ونشوف ده بنعمل ايه. يمكن دي كانت ظهرت قوي في كوفيد 19 لما عملنا تخفيضات من 17% ل 75%، وقدرنا نجذب حوالي 1040 سفينه من الساحل الشرقي الامريكي. فدي كلها يعني دي حاجات كلها يعني متراكمه ومرتبطه ببعض عشان نقدر نوصل لهذا النجاح يعني. اكيد. سياده الفريق، يعني بنتكلم عن اجيال جديده من السفن ذات الغواطس الكبيره، قناه السويس استعدت ازاي علشان تستقبل هذه السفن العملاقه الضخمه اللي يعني بتعد هي الجيل الجديد من السفن؟ طيب خلينا نقول ان احنا حاليا احنا بنستوعب تقريبا 92% من سفن العالم كلها ممكن تمر في قناه السويس، ولكن احنا مش ساكتين عند كده. يعني احنا لما بدانا التطوير في القطاع الجنوبي كان من ضمن عمل القطاع الجنوبي مش بس توسعه، لكن كان تعميق من 66 قدم ل 72 قدم. الجزء ده بقى يتيح لنا ان كل السفن اللي هتبنى بعد كده سواء الغطس اكتر، يعني دلوقتي عندنا غطس 17 متر ونص،
لو هيبقى في 18 متر ونص مثلا لما نوصل ل 72 قدم هنقدر نغطي هذا الموضوع. بعد ما نخلص المشروع ان شاء الله اخر السنه دي هنكمل بقيه القناه كلها لهذا العمق اللي هو 72 قدم. فاحنا فعلا زي ما حضرتك بتقول احنا مش ساكتين، لا احنا دايما بنشوف ايه اللي ممكن يستجد، ايه اللي ممكن السفن العملاقه تحصل فيها ايه، كل يوم في جديد في الشيب بيلدينج وفي سفن النقل البحري. فطبعا احنا الحمد لله ان شاء الله الجاهزيه بتاعتنا تبقى بالنسبه للموضوع تبقى مستعدين لها. على القطارات الجديده اللي احنا بنتعاقد عليها، لان طبعا كل ما بتزيد عدد السفن انت محتاج قطارات جديده. يعني دلوقتي احنا بنقول من 35 ل 40 قاطره مع الاعداد دي. طب الاعداد زادت يبقى انا عايز 50 قاطره. احنا دلوقتي يعني خلصنا اربع قطارات يمكن دشينا سياده الرئيس سنه 20 من ترسانة بورسعيد، وبعدين تعاقدنا على ست قطارات شركه جونز الصينيه، جه منهم اثنين والثالثه جايه اخر الشهر ده، وبنبني ثلاثه منهم في بورسعيد، ادي السته هيخلصوا على اخر السنه دي. بنتعاقد كمان على يعني كنا عرضنا على سياده الرئيس ان احنا عايزين اربع قطارات اكبر بقى عشان كمان يستخدم في انقاص 90 طن كوتش 90 طن، فسياده الرئيس قال لي طب ليه اربعه؟ ما تخليهم 10. يعني قصدي ان احنا لازم برضو هو قال ان انت لازم عندك قدرات وعندك امكانيات ان تبقى جاهز لاي موقف في المواقف. طبعا احنا بنشكر سياده الرئيس على اهتمامه بقناه السويس واهتمامه على المشروع ده ومتابعته ليه يعني. وتطويرها بشكل دائم، هو دايما بيدعو لتطويرها وتكبيرها فعلا طبعًا طبعًا ودخول المشروع ده حقيقي جدا. فكره التعاون وفكره ان احنا ماشيين يعني بنشوف ايه الخطه الاستراتيجيه المحطوطه واحنا بنبقى جزء منها وبناخد منها كمان ونطور. يعني بعد استضافه مصر للكوب 27 وبعد المشروع الكبير للتحول الاخضر، احنا قناه السويس كمان بتقوم بمشروع كبير للتحول الاخضر على مدار او على المساحه كلها باستثمارات ممكن توصل ل 15 مليار دولار. وصلنا لغايه فين في المشروع ده؟ احنا طبعا احنا يمكن اعلنا في كوب 27 ان احنا قناه السويس تبقى قناه خضراء في 2030، وكنا بدانا فعلا بعض الخطوات من ضمنها مثلا زي ان احنا 16 محطه المراقبه اللي بتطل القناه دول اتحولوا كلهم للطاقه المتجدده، تستخدم الرياح والشمس، العربيات المرشدين كلها اتحولت من الوقود الاحفوري للغاز. تعاقدنا مع شركه انتيميليوشن ان احنا نشتغل خلاص يعني خلال كام شهر كده ان نجمع المخلفات من السفن الصلبه والسائله سواء في بورسعيد او في السويس. كل دي من ضمن الحاجات. ميرسك بقى امبارح احنا كنا قاعدين طبعا هم كانوا بيتكلموا على استثمارات لمده خمس سنين الشركه الدنماركيه الاكبر. نعم طبعا استثمارات في حدود 15 مليار دولار خلال خمس سنين ان يعمل مركز او هاب للميثانول او الوقود البديل يعني، ودي هيبداوا يشتغلوا فيه. يمكن كانت امبارح يمكن كان برضه معالي رئيس الوزراء مع معالي رئيس الوزراء كانوا بيوقعوا موضوع كفايه الطاقه المتجدده. طبعا احنا فعلا مع الهيئه الاقتصاديه طبعا احنا شغالين في الموضوع دون، وان شاء الله هنبقى في خطوات سريعه للتنفيذ وخاصه في مباشره سياده الرئيس لهذه المبادره. واحنا بنتكلم على ميرسك وبنتكلم على زياره رئيس وزراء الدنمارك او رئيسه وزراء الدنمارك لمصر والقاء برئيس السيسي ورئيس الوزراء، فكره ان احنا نطور برضو المجرى الملاحي ويبقى فيه صناعات قائمه على ضفتي القناه المناطق الصناعيه، هنقدر نستفيد من ميرسك في مشروع زي ده؟ يعني احنا لو بنتكلم على الهيدروجين الاخضر او صناعات مرتبطه بالطاقه المتجدده يا فندم، نربط ده ازاي باقي الصناعات في ضفتي القناه؟ طبعا خلينا نقول ان طبعا الهيئه الاقتصاديه شغاله في الموضوع ده كويس جدا. ميرسك عملت بتعمل دلوقتي في مشروع تسييف جديد او استكمال للارسيف بتاعتهم ب 5 كيلو كمان. برضه بيحاول ان هو يبقى شغال فول اوتوماتيك يعني ما فيش بقى يدوي، هيبقى شغال زي عندهم مثلا في هولندا، هم عاملين واحد هناك ليهم تيرمينال هناك في هولندا بيشتغل بدون تدخل البشر خالص. فهو كل مدى بيزود في مساحه الارصفه لاستقبال سفن اكبر واعمق. يعني احنا كان بنعمق احنا الرصيف ده وصلناه ل 17 متر ونص عشان يقدر يستقبل السفن العملاقه او الجيل الثالث او الجيل الرابع. فهو شغال في الموضوع، احنا بنتعاون معاهم تعاون كبير جدا مع شركه ميرسك. طبعا دي من اكبر الشركات الملاحه والدوليه. يعني دلوقتي احنا شغالين معاهم مثلا ان احنا في عمليه تدريب بناخد خبراتهم في التدريب، وهم دلوقتي موجودين معانا في التدريب في السيميليتور عندنا لتدريب الاباطين وتدريب البحاره. فبنستفيد من الخبره اللي موجوده دي، بنتعاون معاهم طبعا في موضوع الطاقه المتجدده، في حاجات كتير يعني. يعني زي حضرتك ذكرت يمكن الخدمات اللي بتقدم على جنبي القناه، طبعا دي الهيئه الاقتصاديه شغاله في الموضوع ده كويس جدا، ان تبقى في صناعات دلوقتي موجوده سواء كانت سخنه او في شارع بورسعيد،
وده شغال بوتيره سريعه جدا، وقريب قوي هيبقى فيه نسمع اخبار عن العائدات اللي بتعود من الموضوع. لكن احنا خلينا نقول ان احنا في حوالي 28 خدمه او من 26 28 خدمه بتقدم خلال في المجرى الملاحي للسفن، فاحنا بنشتغل عليها. يعني احنا دلوقتي مثلا موضوع البنكر او موضوع تامين السفن، احنا دلوقتي برضه مع الهيئه الاقتصاديه ووزاره البترول خلاص الشركات توقعت الرخص بتاعتها، يبقى في برضه رخصتين في بورسعيد ورخصتين في السويس عشان تامين السفن. ودي برضه كل ده احنا بنقول ده حاجات جاذبه لقناه السويس. يعني انت دلوقتي لما تيجي هتمر وتلاقي كمان تامين وقود، لا في سفن تيجي كانت عايزه تمر عندنا بس ما تمرش عشان ما فيش تامين وقود، لا كده يجي يمر. لما يلاقي ان في خدمه جمع المخلفات لا هيمر، لما يلاقي في خدمه تبديل البحاره لا هيمر. كل الحاجات دي احنا بنتكلم عليها ان تجذب مزيد من السفن الجديده. تمام تمام جاذبه مزيد من السفن. صحيح. نقدر نقول ان ارتفاع ايرادات القناه في عام 2022 ل 7.9 مليار دولار، نقدر نقول ان احنا عندنا بزياده اكثر من 23,000 سفينه مرت زياده عن الارقام اللي مسجله عندنا. هل ده يقدر يقول انه قد تكون قناه السويس هي القاطره التي تستطيع ان تخرج بمصر من الازمه الاقتصاديه العالميه اللي موجوده، وتقدر تكون واحده من اكبر المصادر اللي ممكن توفر لنا عمله صعبه في الفتره القادمه زياده عن اللي هي بتوفره؟ والله يا فندم احنا هنتطلع طبعا ان احنا يكون الايرادات تبقى السنه الجايه تكون اكثر. يعني لحضرتك ذكرت هي كانت 7.9 مش 9.10 يعني 7.973 يعني نقول 8 مليار دولار. نعم. احنا بنتكلم دلوقتي ان احنا بنتطلع ان شاء الله على شهر يونيو يبقى في 8 مليار 600 مليون دولار ما شاء الله. فدايما دايما بنطلع ان احنا نحقق ايرادات اكبر طبعا عشان المساهمه في الاقتصاد المصري، وبنعمل على كده. يعني دايما بنعمل اجتماعات مع التخطيط وبنقعد معاهم مع التحركات، طب احنا هنجذب سفن زياده ازاي، طب احنا هنعمل ايه، طب يعني دايما في شغل وفي تفكير وفي دراسات على ان احنا نعمل الموضوع ده ازاي. وعشان كده احنا الحمد لله يمكن بنتقدم شهر عن شهر وسنه عن سنه عن السنه اللي قبلها والشهر اللي قبلها، وربنا يديم الموضوع ده ان شاء الله ويكرمنا ان احنا نقدر فعلا زي ما حضرتك تقول ان احنا نكون قاطره من قطرات المشروعات القوميه في مصر. ان شاء الله. لو بنتكلم على تطوير القطاع الجنوبي يا فندم، كيف سيكون تطوير القطاع الجنوبي لقناه السويس؟ يعني امل جديد للقناه يقدر فعلا يزود معدلات الامان الملاحي للسفن، واشمعنى القطاع الجنوبي بالذات اللي دايما تتحدثوا عنه؟ هو عشان القطاع الجنوبي يعني من أسوأ المناطق اللي ممكن تبقى فيها الملاحه. يعني ده اولا قطاع ضيق فيه انحناءات كتير، وتاثير التيار والريح اللي جاي من الجنوب بيأثر على دفه السفن. فاحنا حاليا بدانا بالقطاع دون من الكيلو 122 للكيلو 162، يعني 40 كيلو متر، فيه 10 كيلو في البحيرات المره الصغرى هنعمل فيها ازدواج، هيبقى فيه قناتين فيها، وبالتالي دي هتسمح بزياده عدد السفن 6 سفينه. ال 30 كيلو التانيين من الكيلو 132 للكيلو 162 احنا بنعمل توسيع على جهه الشرق 40 متر، وبنعمل تعميق من 66 قدم ب 72 قدم. ده هيحسن حركه الملاحه في الجزء الاول بنسبه حوالي 28%، ودي نسبه على فكره كبيره وكويسه. وعلى فكره بدات تشتغل دلوقتي، احنا مش لسه مستنيين، احنا خلصنا المشروع كله ان شاء الله اخر السنه، لكن احنا مثلا خلصنا حوالي 18 كيلو من ال 30 كيلو اللي هم بتوع التوسيعه، فحطينا فيها العوامات والشمندرات، والملاحه بقت شغاله فيها على التوسيعه دي وعلى التعميق اللي زاد دوت. فيعني احنا على طول كل كيلو بنخلصه بنحط عوامات فيه علشان المراكب تستفيد من الموضوع ده، لان فعلا فرق كبير قوي. طبعا ده بيقلل الانحناءات، بيقلل تاثير التيار، بيشعر الربابنه ان السفن ان لا في تحسن في الموضوع ده، واحسن في اداره او في قياده السفينه في الجزء اللي هو اللي احنا بنقول عليه الصعب ده، وهو جزء فعلا صعب يعني. أكيد. كل الشكر ليك الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، شكرا جزيلا للتوضيح.